التحالف العربي ينفذ عملية واسعة على أهداف عسكرية للحوثيين في عدة محافظات يمنية، كما أنه يحبط هجوما على مطار أبها الدولي جنوبي البلاد. فما هي التفاصيل وآخر التطورات الميدانية على الأرض؟ وهل ينذر استهداف مطار أبها بمرحلة جديدة في اليمن؟ وما المصير الذي تنتظره العملية السياسية في البلاد؟ أهلا بكم في حديث الساعة. من اليمن ينضم إلينا الأستاذ محمد أبو صالح الشرفي الصحفي. أستاذ محمد، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. أبدأ معك من التطورات الميدانية في اليمن. التحالف العربي يعلن استهداف عدة مواقع للحوثيين، كيف تتابعون وتضعون في صورة مجمل التطورات الميدانية مؤخرا؟ في حقيقة الأمر صورة مجملة هي الآن تعتمد على المفاوضات السرية أو شبه الاتفاقات التي تحدث في سلطنة عمان أو ربما هناك أخرى في الكويت، وكل هذه التحركات الجديدة أو الممارسات التي يقوم بها الحوثي من تقدمات عسكرية أو هجمات على السعودية هي لكسب أكثر من الوقت ولتحقيق أيضا أي شروط جديدة قد يضعها هو أو يطالب فيها. الحوثي لم يعد لديه الكثير خصوصا في جنوب اليمن، لكن هو الآن يعتمد على الهجوم على السعودية أو رد الضربات للسعودية أو الهجوم على مأرب هي فقط، لكن لن يستطيع التقدم للسيطرة على مأرب أو للسيطرة على شبوة، لأن هناك ألزمته اتفاقيات عقدها بشكل أو بآخر سريا، وهناك ضغوطات أيضا من المجتمع الدولي ومن المبعوث الدولي والمبعوث الأمريكي. نعم. طيب، اليوم هناك أيضا التحالف أكد بأنه استهدف ما وصفها بمنشآت سرية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، طبعا وهما الكيانان الذي يتهمهما التحالف بتنفيذ هجمات على الأراضي السعودية. أستاذ محمد، ما طبيعة هذه المواقع السرية التي تحدث عنها التحالف العربي؟ والله في الحقيقة هناك مواقع كثيرة سرية، ليست موقع ولا موقعين، وبالكاد أن تكون صنعاء كثيرة بها مواقع يعني سرية وعسكرية، وبها خبراء إيرانيين وبها مدربين إيرانيين. هي بالطبيعة أعتقد هناك أماكن للذخيرة أو للتصنيع السري للطيران المسير أو تطوير القنابل أو تطوير القاذفات أو الطائرات المسيرة، لكن هم في الحقيقة يعتمدون على المواقع السرية أكثر خشية. الحوثي ما يخشاه هي المواقع التي تضم المدربين الإيرانيين والفنيين التابعين لحزب الله والخبراء في مجال صناعة القنبلة والدخائر، هذا ما يخشى عليه. أما الذخيرة إذا ذهبت هذا شيء بسيط سيعوضها، لكن الخبراء من إيران أو من حزب الله هم ما يخشى عليهم، وهذا ما لا يزال للآن لم تستطيع قوات التحالف إيجاده أو تستهدفه، وهذه هي النقطة المفصلية. يعني الحوثي لا يستهلك سلاح من الخارج كثير ولا يوصله سلاح كثير، هذا باعتقادي، لكن الموجودين هم خبراء للتدريب وصقلوا أيضا صقلوا وقاموا بتدريب يمنيين، وهذا هو الخطير على مدى السنوات على اليمن والمنطقة، التصنيع السلاح. نحن عانينا من خبراء في تنظيم القاعدة كانوا من جنسيات سعودية أو من جنسيات عربية وباكستانية وأفريقية، ولازمنا نعاني منهم لحد الآن، لأنه انتشار وحصول على المعلومة في صناعة متفجرات خطيرة وذات تقنية عالية هذا ما سيسبب لنا مشاكل مستقبلية حتى وإن شاهدنا توقف للحرب. طيب، هل استخدمت هذه المواقع لربما تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة أستاذ محمد، سيما وأن التحالف تحدث عن إحباط هجوم على مطار أبها بطائرة مسيرة؟ أعتقد المواقع التي داخل المدينة في صنعاء لا تستخدم لإطلاق طائرات مسيرة،
لكن الاحباط سيتم من على الحدود او من اماكن مكشوفه اكثر، لكن هذه المواقع قد يكون بها سلاح او قد يكون بها الخبراء الايرانيين خبراء المتفجرات وصناعه المتفجرات وصناعه الطائرات بدون طيار. نعم. الأستاذ محمد أبو صالح الشرفي الصحفي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من اليمن. من الرياض ينضم إلينا الأستاذ وضاح اليمني عبد القادر الباحث في شؤون الجماعات المسلحة والإرهاب. أستاذ وضاح، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. أبدأ معك من التحالف العربي وهذه التطورات الميدانية التي يستهدف بها مواقع للحوثيين، هو يصعد في الفترة الأخيرة ضد الحوثيين بشكل كبير ميدانيا، كيف تترجمون هذا التصعيد الميداني على الأرض أستاذ وضاح، وما هو ما هي تبعاته على العملية السياسية أو على الأزمة اليمنية بشكل عام؟ أمساكم الله بالخير سيدي العزيز ولكل متابعين قناة اليوم السورية، هذه القناة المتميزة المتابعة للأحداث اليمنية. أولا بأول سيدي العزيز، ما يقوم به التحالف العربي من التطوير في العمليات أو تطور المسار العمليات العسكرية في اليمن هو انعكاس حقيقي نتيجة التعنت بالشيعة الحوثي الانقلابية وعدم التزامها بأي خيارات السلام. هذه الجماعة قد أسقطت كل خيارات السلام من أجندتها واستغلت التراخي والدولي والتعاطي أيضا مع القرارات الأممية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وغيرها بنوع من السخرية من قبل هذه الميليشيا الحوثية وتمددها على الأرض، مخالفة أيضا كل الاتفاقات التي كانت من ضمنها اتفاق ستوكهولم الذي لم ينفذ منه على شيء على أرض الواقع. واستمرت هذه الجماعة في تعنتها، في مواصلة توسعها أيضا في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية، استهداف المناطق المحررة أيضا بالصواريخ البالستية منها مأرب ومنها أيضا التحيتة في مدينة الحديدة وكثير من المدن والمناطق اليمنية، ومنها حتى لم تسلم مخيمات النازحين من استهداف هذه الميليشيا الانقلابية، بالإضافة إلى التطوير هذه الميليشيا لعمليتها العسكرية باتجاه المملكة العربية السعودية والأهداف والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية منها مطار أبها، استهداف أيضا جيزان، استهداف كثير من المناطق في المملكة العربية السعودية. لذلك لن يجدي نفعا التعامل مع هذه الميليشيا الانقلابية إلا تصعيد العمليات العسكرية وإعادة ترتيب أيضا مسرح العمليات العسكرية التابعة للتحالف العربي والحكومة اليمنية في على كثير من الجبهات. كنا قد شاهدنا قبل أيام انسحاب القوات المشتركة من محافظة الحديدة حسب اتفاق ستوكهولم وترك المساحة الخضراء المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم، وهذه الميليشيا الانقلابية استغلت تنفيذ هذا الاتفاق من قبل القوات المشتركة والتحالف العربي وقامت باحتلال هذه المناطق، مما يعني بطلان هذا الاتفاق. اليوم نحن نتحدث أستاذ وضاح، نتحدث عن اتفاق ستوكهولم، اتفاق شبه منهار تقريبا على أرض الواقع، ولكن هل هناك أي آفاق الجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات أو عقد أي اتفاق جديد من الممكن أن يهدئ الأزمة المتوترة أو الأوضاع المتوترة على الأرض في اليمن أستاذ وضاح، سيما وأننا شاهدنا أيضا مواقف دولية أدرجت بعض قادة الحوثيين على القائمة السوداء أستاذ وضاح؟ اليوم هناك التحرك بعد أن كان قد تم في سابقا سيدي العزيز إدراك جماعة أو ميليشيا الحوثي من قبل الإدارة الأمريكية السابقة، إدارة الرئيس أوباما، إدارة الرئيس ترامب لجماعة الحوثي في كجماعة إرهابية، ومن ثم جاءت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن وشالت هذه الجماعة من وبدأت بسياسة أخرى مغايرة لسياسة الجمهوريين المعادية للميليشيا لميليشيا التطرف والإرهاب في العالم. واليوم هناك حملة من قبل أيضا الجمهوريين مرة أخرى لإعادة تصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية. هذه الجماعة يا سيدي العزيز جماعة محسوبة على نظام مارق، هو النظام الإيراني وميليشياته المسلحة سواء كانت في العراق أو في سوريا أو في لبنان، ومحاولة أيضا السيطرة على
اليمن كعاصمة وصنعاء كعاصمة رابعة تحت سيطرة النظام الإيراني واستخدام الجماعات والميليشيات المسلحة في هذه الأقطار العربية لتحقيق الأجندة والمطامع الإيرانية. لذلك خيارات السلام مع هذه الجماعة تظل خيارات أو مسارات السلام أو الحل السياسي خيارات ضعيفة جدا، ولن ترضخ هذه الجماعات إلى السلام والاستسلام إلا تحت عمليات عسكرية شاملة تحجم من حجم هذه الجماعة وتعود بها إلى جادة الصواب. المقارنة ما بين حكومة شرعية وبين ميليشيا مسلحة جميل أستاذ وضاح، ولكن الحسم العسكري أو الخيار العسكري هل هو الخيار الأمثل لحل الأزمات؟ وكأزمة مثل أزمة اليمن نحن نتحدث عن يعني متدخل التحالف العربي منذ عام 2015 إلى اليوم، ما الذي تحقق عسكريا؟ هنا نتحدث أستاذ وضاح. العديد احيانا الضغوط الدوليه وايضا هناك كثير من الامور لابد ان تستمر، سواء كان المسار السياسي استمر في طريقه، ولكن لا يجب ان يكون المسار السياسي على حساب ايضا المسار العسكري. يجب ان يكون هناك في التوازي حتى ترضخ هذه الميليشيات. كان هناك قبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم كانت القوات اليمنيه والحكومه والقوات المشتركه ايضا على بعد 5 كيلومتر من تحرير الحديده وقطع الشريان على هذه الميليشيات الانقلابيه، لولا تدخل بعض القوى الدوليه ورضوخ ايضا بعض القوى المحسوبه داخل الحكومه الشرعيه لمطالب المجتمع الدولي لكانت تغيرت المعادله كثيرا وشهدنا انهيار هذه الميليشيات الانقلابيه. السكوت والصمت امام صلف هذه الميليشيات لن يحقق الا مزيد من الانهيار وعودة تمدد هذه الميليشيا على العرض على الأرض. لا يجب أن نهمل بعض الأشياء أو الضغوط الدولية، لكن كما قلنا أحيانا امتلاك الحكومة الشرعية لقرار أيضا استكمال مواجهة هذه الميليشيا الانقلابية بدعم التحالف العربي والاستفادة من هذا الدعم على المستوى السياسي أو العسكري أو الدبلوماسي سيكون له تأثيراته في حسم المعركة. التحالف العربي لم يفشل في اليمن، ولكن كان هناك مراعاة لبعض الظروف أو لبعض الجوانب الدولية، ربما من جوانب إنسانية أو من جوانب أخرى. ومع ذلك الآن كما قلنا أثبتت كل الخيارات مسارة السلام السياسي أنها لن تؤدي إلى حل، وأن الحل يكمن في عودة العملية العسكرية هذه المرة دون الانصياع أو الالتفات إلى الضغوط الدولية التي تأتي لصالح هذه الميليشيا الانقلابية. الصحفي والباحث في شؤون الجماعات المسلحة والإرهاب الأستاذ وضاح عبد القادر، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من الرياض، شكرا لك. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ عبد العالم الحميدي. أستاذ عبد العالم مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. أبدأ معك من هذا التصعيد المتزايد حقيقة على الأرض في اليمن، التحالف العربي يستهدف عدة مواقع للحوثيين، بالمقابل يفشل أيضا عملية للحوثيين نحو مطار أبها بطائرات مسيرة. أستاذ عبد العالم، كيف تقرأون هذا التصعيد المتزايد في اليمن؟ للأسف الشديد باتت الميليشيات الحوثية اليوم هي التي تهاجم، والتحالف العربي وجيش الشرعية في حالة دفاع. كانت الميليشيات الحوثية في وقت سابق أضعف من أن تكون في هذا المستوى اليوم، لكن أنا أقول أنه أختلف مع زميلي وضاح وأقول أنه ربما التحالف فشل ولو جزئيا في حرب اليمن، لأنه 7 سنوات والميليشيات الحوثية تتمدد أكثر وتحت المناطق تحت سيطرة التحالف وتحت سيطرة الحكومة الشرعية. العالم اليوم اتجه ناحية الحل السياسي، هذا الخيار الذي بات يقبل بتواجد الميليشيات الحوثية كجزء من المرحلة القادمة، لكن الميليشيات الحوثية لا تنصاع أبدا. المجتمع الدولي لا يمارس أي ضغوطات حقيقية على هذه الميليشيات للانصياع للخيار العسكري، كما أنه اجتماع الدول الخمس قبل أسبوع ولقائه بالسفير السعودي كان حديثهم واضح أنه لابد من وجود حد سياسي. هذه رسالة موجهة من المجتمع الدولي لدول التحالف. القصة تتعلق بأنه هل فشل التحالف العربي دبلوماسيا بالتواصل مع المجتمع الدولي لإقناعهم بأن ميليشيات الحوثي هذه الميليشيات لا تقبل بالخيار السياسي وإنها مصرة على الحل العسكري، والدليل على ذلك استمرار مهاجمة المملكة العربية السعودية وأيضا اتجاهها ناحية شبوة وناحية مأرب.
نتحدث اليوم عن أصب أو التحالف على أهداف للميليشيات الحوثية. أنا أقول أنه بنك الأهداف المتعلق بالتحالف لم يعد مقنع. لأنه القصف طال الكثير من المناطق وما زالت الميليشيات الحوثية قادرة على إطلاق صواريخ ناحية المملكة العربية السعودية وإطلاق أيضا الطائرات المسيرة. طيب إن كان التحالف العربي أستاذ عبد العالم فشل عسكريا دعنا نقول في اليمن، أيضا المجتمع الدولي فشل دبلوماسيا في فرض أي اتفاق أو تطبيق أي اتفاق على الأرض لتهدئة الأوضاع في اليمن. المجتمع الدولي يبدو بأنه يعني متساهل مع هذه الميليشيات الحوثية. لدينا قرار 2216 وقرارات أخرى، عقوبة صارمة، واليمن تحت البند السابع، مما يتيح أيضا المجتمع الدولي أن يتدخل عسكريا. لكن المجتمع الدولي كما قلت من خلال ما نراه ومن خلال ما تقدم من تقارير مجلس الأمن الدولي ومن خلال ما يقدمه أيضا المبعوث الأممي السابقين وأيضا من خلال تحركات المبعوث الأمريكي إلى عدن وإلى اليمن، كل هذه التقارير التي تقدم أجدها يعني تخدم الميليشيات الحوثية بشكل أكبر مما تخدم الشرعية والتحالف. نحن متفقين، أعتقد أن هناك اتفاق كبير جدا على أن الدبلوماسية اليمنية فشلت، لكن هل يعني هذا أن الدبلوماسية الدول التحالف بقوتها مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بما يمتلكوا من تحالفات وما يمتلكوا من علاقات دولية لا يستطيع إيصال الصورة للمجتمع الدولي بضرورة مساعدة دول التحالف والجيش الوطني عسكريا؟ التحالف والجيش الوطني فشلوا فشل ذريع بأنه حسم المعركة عسكريا. إذن المجتمع الدولي اتجه ناحية الحل السياسي، الميليشيات الحوثية ترفض الحل السياسي وتبدأ بمهاجمة المملكة العربية السعودية، أيضا التمدد ناحية مأرب وشبوة، ومع هذا كله أصبحت الشرعية والتحالف في وضع المدافع وليس وضع الهجوم. مع أنه الإعلان كان هو استعادة صنعاء وليس الدفاع عن مأرب وشبوة. نعم. وليس الدفاع عن جيزان وأراضي المملكة العربية السعودية. طيب اليوم مع هذا التصعيد ويعني فقدان أي فرص للحل دبلوماسيا أستاذ عبد العالم، حقيقة ما هي السيناريوهات المطروحة على الطاولة أمام اليمنيين أمام المجتمع الدولي وحتى التحالف العربي أستاذ عبد العالم؟ الوضع ضبابي بشكل كبير جدا، ولا يستطيع أي محلل سياسي أو خبير أن يقرأ ما هو القادم. الوضع ضبابي بشكل كثيف جدا، المعارك على الأرض على أشدها، العالم كله يتحدث عن حلول سياسية، الأطراف اليمنية جميعها، نحن نتحدث عن الأطراف الشرعية، الأطراف نفسها بداخل قصة الشرعية مشتتة ومشرخة. هناك داخل الشرعية أكثر من مكون، كل مكون يمشي في طريق قد لا تلتقي مع طريق المكون الآخر. هناك حساسيات وهناك محاولة كسب مصالح بداخل القصة الشرعية نفسه. إذن الحل الأول يتمثل بأنه لابد من تفعيل اتفاق رياض ولابد من حل المشكلة بداخل الجسر الشرعي نفسها، ثم الوصول إلى الدخول بشكل موحد مع الميليشيات الحوثية. الحل التالي هو ممارسة ضغوطات كبيرة على الميليشيات الحوثية عن طريق إيران، لأنه الميليشيات الحوثية كما يبدو لا يمكن أن تستجيب لأي قرار دولي ما لم تتدخل إيران. إذن لدى إيران مصالح مع المجتمع الدولي، الضغط على المصالح الإيرانية لدى المجتمع الدولي هو الذي سيجبر الميليشيات الحوثية أن تخضع للحل السياسي. الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ عبد العالم الحميدي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا لك. حديث الساعة مستمر مشاهدينا، وفي ملفنا الثاني، محاولات متكررة في الآونة الأخيرة لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة يتفاجأ باستمرار الدعم الأممي بإقامة الانتخابات، فهل سيؤثر ذلك على عرقلة العملية الانتخابية في البلاد وكيف سينعكس على واقع الحال أو الحل في ليبيا؟ ولماذا يصر الأخوان على عرقلة المسار السياسي؟ أسئلة أوجهها لضيوفي في هذا الملف، ابقوا معنا. Yeah.
Nous avons désormais un cadre et un calendrier électoral. Les candidats à l'élection présidentielle ont commencé à s'enregistrer dans la perspective du premier tour prévu le 24 décembre. La communauté internationale a apporté de manière unanime son soutien à ce calendrier et l'organisation des élections à cette date. Monsieur le Président du Conseil, cher Mario. بهذا الصدد ينضم إلينا من القاهرة الباحث المختص في الشأن الليبي الأستاذ رضا شعبان. أستاذ رضا مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. يعني ما يلفت الانتباه هو تصريح المجلس الأعلى الليبي بأن الانتخابات تمثل وجهة نظر طرف واحد. ألم تكن الانتخابات الليبية مطلب كل ليبي أستاذ رضا؟ نعم، هو يعني الانتخابات هي مطلب ليبي ومنذ فترة بعد أن عانى الليبيون من ويلات العشرية السوداء. لكن إن تحدثنا عن الليبيين فنستثني منهم تنظيم الإخوان، لأنه جاء بأجندة خارجية يعمل لحساب التنظيم الدولي للإخوان غير معبر عن الإرادة الليبية. هو تنظيم وظيفي، أداة وظيفية تساعد الأجنبي لتفكيك لتجهيز الأرض لأي تدخل أجنبي على الأراضي التي يتواجد بها هذا التنظيم. لذا هو يحاول ما يسمى مجلس الدولة منتهي الشرعية أو معدوم الشرعية، يعني يحاول كل فترة للخروج بفرية يحاول التعطيل بها، يحاول مد يعني يحاول إطالة عمر الفوضى، ربما يوفر شروطا للمفاوض الذي يتحدث باسمه باعتباره كيان وظيفي على الأراضي الليبية يجهز الأرض لرغبات الأجنبي، والأجنبي هنا بشكل مباشر أعني التركي. يعني وهو الذي استدعاه بقواته العسكرية وبعناصره الإرهابية ومرتزقته إلى الأراضي الليبية للبقاء في مستقبل ليبيا، للحصول على حصة من مستقبل ليبيا. لذا يعني يحاول التعطيل كونه يعني كيان منبثق عن يعني عن 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 مؤتمر الصخيرات، منبثق عن قوة الأمر الواقع بالسلاح. مجلس الدولة الاستشاري هو يعني هو الجسد المتبقي او رواسب المؤتمر الوطني العام الذي كان يسيطر عليه التنظيمات الإرهابية بكافة أطيافها. لذا هو يحاول لأقصى مدى أن يعطل الانتخابات أو يعرقلها، لكن ربما التدخل الدولي ويعني التهديدات شبه الصريحة من يعني القوى الدولية، وآخرها كان بالأمس السفير الأمريكي يعني حذر من تعطيل المفوضية، من تعطيل عملها، حذر من رفع السلاح. ربما السفير الأمريكي يمهد لما بعد الانتخابات، وهو القبول بنتيجة الانتخابات ذاتها، لأنه هذه يعني هذه الإرهاصات والتحرر يعني الإرهاصات والتصريحات اليومية من مجلس الدولة وعناصر التنظيم الإرهابي يعني يسبقها أو يتوازى معها تحركات ميليشياوية على الأرض. هناك حصار لمقر المفوضية، هناك تصريحات لمفتي الإرهاب أستاذ رضا. يعني اليوم حقيقة الخلاف بين مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب يعني يكون حول قوانين أو بعض قوانين الانتخابات التي سنت في ليبيا. يعني هل اليوم سينجح المجلس الأعلى في فرض وجهة نظره أو في إضافة تعديلات على قانون الانتخابات، أم أن الإرادة الدولية في نهاية المطاف وإرادة الليبيين فوق كل إرادة، وستكون الانتخابات في موعدها المحدد وفي قانونها الحالي؟ نعم، هي يعني الجهة التشريعية الوحيدة المنوط بها إصدار تشريعات وقوانين وقواعد دستورية هو البرلمان الليبي المنتخب. والذي يحاول هذا المجلس تعطيل عمله وتشويهه وعرقلة كل ما ينتج عن المجلس من قوانين وإجراءات. هو يحاول تعطيل الحالة السياسية في ليبيا، يحاول تجميد المشهد السياسي في ليبيا، يحاول إطالة عمر الفوضى. هنا إرادة الليبيين سوف تنتصر، لأن كل جميع الليبيين يجمعون على إجراء الانتخابات في موعدها.
يعني كما أسلفت يستثنى منهم هذا التنظيم الوظيفي وأعداده بسيطة يعني. لكنه هناك إجماع ليبي كما قلت، هناك إجماع دولي يعني ظهر جليا في مؤتمر باريس، تأكيدات يعني تأكيدات من عدة دول أوروبية دول مشاركة بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وبشكل متزامن وضرورة القبول بنتائجها. الأستاذ رضا شعبان الباحث المختص في الشأن الليبي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. من بنغازي ينضم إلينا الصحفي والباحث السياسي الأستاذ أيوب الأوجلي. أستاذ أيوب مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. إذن المجلس الأعلى يعني يقول بأن الانتخابات تمثل وجهة نظر طرف واحد وأن الخلافة يكون على قانون الانتخابات في ليبيا، ويسعى لأن تكون العملية الانتخابية هي عملية توافقية في البلاد. أستاذ أيوب، ما صدى مثل هذه التصريحات بهذا التوقيت؟ اليوم المترشحون يتقدمون ويتوافدون لترشيح أنفسهم للانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في البلاد، بينما المجلس الأعلى لا زال يندد ولا زال يستنكر في هذه الإجراءات. أستاذ أيوب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أرحب بكم وبكل السادة مشاهدين قناة اليوم السورية. أعتقد وأرى في تصريحات المجلس الاستشاري أنها فات أوانها في حقيقة الأمر الآن، بعد كما ذكرت حضرتك بدء توافد المرشحين وتقديم أوراقهم لمفوضية الانتخابات، هي مجرد محاولات ركيكة من المجلس الاستشاري لربما للدفع ببعض الشخصيات التي لم يتسنى لها تقديم أوراقها للترشح بسبب عدم اكتمال جميع الشروط التي وضعتها المفوضية للترشح للرئاسة. كل ما يحدث الآن هو فقط لمحاولة من المجلس الاستشاري للدولة لزعزعة الوضع، ولكن أعتقد أن هذه المحاولات لن يكون مصيرها النجاح. الآن يفصلنا قرابة أقل من تقريبا 30 أو 34 يوم عن اليوم 24 من ديسمبر، لم يعد هناك مجال للبت في قوانين الانتخابية وتغيير بعض القوانين وما إلى ذلك من أشياء. باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيقفل اليوم 22 من نوفمبر. كل هذه المعطيات تضعنا أمام حتمية إجراء الانتخابات بما اتفق عليه مجلس النواب الجهة التشريعية في البلاد. مجلس الاستشاري هو فقط استشاري ولا يجوز له التدخل في هذه القوانين. يجب عليه الآن أن يدفع إذا كان يريد أن يدفع ببعض الشخصيات لهذه الانتخابات، وإما أن يقف متفرجا على المشهد الذي تراه الأمم المتحدة وتراه كل الدول الداعمة للانتخابات الليبية. مؤتمر باريس لم يستطع المجلس الاستشاري عن طريق ممثليه في ذلك المؤتمر تغيير أي شيء، وسنرى قادم الأيام ماذا ستسفر بعد كل المحاولات التي دفع بها المشري والصادق غرياني لتعطيل الانتخابات وإقفال المراكز الانتخابية وما رأيناه خلال الأيام الماضية. نعم. طيب اليوم يعني مع كل هذه المحاولات التي حضرتك وصفتها أنه ربما لم تجدي نفعا في تعديل أي قانون انتخابي أو أحداث أي خرق في العملية الانتخابية، أستاذ أيوب، ما هي الخيارات المطروحة اليوم أمام الليبيين بشكل عام في حال استمرت هذه الممارسات المعرقلة للعملية الانتخابية؟ لا يوجد خيارات أمام الليبيين، الخيار الوحيد هو الذهاب إلى 24 من ديسمبر. الآن نرى المشهد يسير نحو هذا الطريق الوحيد الذي رسم منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، منذ أو الاتفاق على خارطة الطريق التي كان المجلس الاستشاري أحد أطرافها وهو من وافق على كل هذه الآليات. لا نعلم الآن لماذا المجلس الاستشاري بدأ يعرقل العملية السياسية، لربما كانت حساباته خاطئة في بعض النقاط ولذلك بدأ الآن في عملية عرقلة الانتخابات، ولكن الطريق
الآن رسم ولن يتغير. 24 من ديسمبر أصبح أمرا حتميا لا يمكن تغييره. المترشحين الآن أعتقد أنهم وصلوا إلى 10 مترشحين للانتخابات الرئاسية البرلمانية، فاق العدد تقريبا 250 مترشح. كل هذه المعطيات لن تسير بنا إلا إلى الانتخابات، وأعتقد أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وكل الدول الداعمة حذرت مرارا وتكرارا المعقلين، وسيكون هناك عقوبات رادعة خلال الأيام المقبلة إذا لم يكف بعض الشخصيات بعينهم عن عرقلة العملية السياسية. نعم. طيب، هناك إرادة دولية جامعة على ما يبدو بإتمام هذه العملية السياسية، ولكن هناك ملف جدا خطير أستاذ أيوب، ملف المرتزقة، ملف القوات الأجنبية، تدخل التركي في ليبيا. ما مصير هذا الملف أستاذ أيوب؟ هذا الملف الآن هو بين يدي اللجنة العسكرية المشتركة. القيادة العامة للقوات المسلحة قامت بخطوة جريئة يوم الخميس الماضي وقررت إخراج 300 من المرتزقة والقوات الأجنبية. في المقابل تركيا قامت بالأمس بإخراج 300 من المرتزقة التابعين لها دون أو عفوا أعتقد 140 مرتزق تابع لها بحسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام دون أن ترسل بديلا لهم. هذا الملف الآن اللجنة العسكرية تسير فيه بشكل ممتاز، تسير فيه وفق الخطة الموضوعة والتي تم الاتفاق عليها في المباحثات مع المباحثات في مصر وفي تركيا ومع الجانب الروسي، وأيضا المباحثات التي قادتها بريطانيا. المرتزقة والقوات الأجنبية لن يتم إخراجهم قبيل الانتخابات بشكل كامل، ولكن البدء في الإخراج المتسلسل والمتدرج والمتزامن بدأ بالفعل، وهذا هذا الأمر سيؤدي بنا إلى أن تكون العملية الانتخابية ستقام في أمان وسلام، ولن يكون هناك أي عرقلة بفعل هذا الملف. أيضا الرعاية الأممية وخصوصا رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الملف ستمنع أي أعمال قد يقوم بها هؤلاء المرتزقة أو من وضعهم داخل ليبيا. نعم. طيب أستاذ أيوب، أيضا كان هناك تصريحات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد البيبة بأن طبعا هنا مهاجما بلجيكا بأنها تريد وضع يدها على أموال ليبيا المجمدة منذ عام 2011. ما مناسبة هذه التصريحات وهذا التصعيد تجاه بلجيكا بهذا التوقيت أستاذ أيوب من وجهة نظرك وبين الانتخابات؟ عبد الحميد البيبة، نعم، عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية كان يريد حقيقة الترشح للانتخابات الرئاسية. هو الآن لم يعد لديه إلا هدف واحد. عائلة دبيبة الكل يعلم أن لديها حصة من الأموال الليبية الموجودة في الخارج ضمن الاستثمارات التي جمدت منذ عام 2011. هذه التصريحات فقط لزعزعة بعض أو لتحريك بعض الأوراق في الخارج، لربما لتحصيل على جزء من المبالغ التي تخص عائلة دبيبة، والتي كما يعلم الليبيون أخذت في عام 2008 عندما كان علي دبيبة عم عبد الحميد هو من يتولى صندوق إعادة التنمية أو لا أدري ماذا كان يسمى تحديدا في ذلك الوقت. ولكن هذه التصريحات فقط لمحاولة من عبد الحميد الدبيبة لفتح مجال مع بلجيكا لربما لفك بعض الأمور وبعض الرموز مع بلجيكا، ومحاولة عقد صفقة لربما لإخراج عدد جزء من المبلغ المحجوز عند الدولة البلجيكية. نعم. الأستاذ أيوب الأوجلي الصحفي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بنغازي، شكرا لك. من بنغازي أيضا ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ خالد الترجمان. أستاذ خالد، مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. أبدأ معك من هذه المساعي المعرقلة التي تحاول عرقلة الانتخابات الليبية القادمة من قبل المجلس الأعلى، الذي يتحدث عن أن الانتخابات هذه هي وجهة نظر من طرف واحد، علما أنها كانت مطلب لكل الليبيين في السابق. أستاذ خالد، ما سبب هذه أو هذا التوجه في العرقلة للانتخابات ونحن على مشارف أن يخوضها الليبيين؟ أهلا بك سيد صدر ومرحبا بمشاهديك وقناتكم. أهلا بك.
على كل حال هذه المحاولات للعرقلة تأبى عليها جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الليبية المقاتلة، وكذلك بعض قادة الميليشيات في غرب البلاد خاصة في الزاوية وزوارة ومصراتة. كل ذلك في محاولة لكسب الوقت لبقاء وتمدد السلطات القائمة حاليا، سواء كانت حكومة الوحدة الوطنية أو المجلس الرئاسي، أطول فترة ممكنة أولا للاستيلاء على العديد من الأموال والمزيد من الأموال، ثانيا لمحاولة كسب الحاضنة الاجتماعية كما رأينا ما يفعله الدبيبة من جانب، والعمل على التأجيل الممكن للانتخابات حتى يستطيع هؤلاء تجهيز رموزهم وشخوصهم من خارج إطار الجماعة الليبية المقاتلة ومن خارج إطار جماعة الإخوان المسلمين، لربما يستطيعوا السيطرة بشكل أو آخر على مسألتين هامتين، وهما قرار سيادي من خلال رئاسة الدولة، وكذلك القرار التشريعي من خلال الدفع بجماعاتهم لمجلس النواب الجديد، ومحاولة يائسة لإقرار ربما الذهاب للانتخابات العمل على زرع مسودة الدستور المعيبة في أن تكون مشروع لاستبداء الشعب الليبي عليه. كل هذه المحاولات هي في هذا الإطار، في إطار أن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الليبية المقاتلة والميليشيات حتى في غرب البلاد بدأت تفقد سيطرتها، لأن سيطرتها بالدرجة الأولى سيطرة أمنية عسكرية على المشهد، وظهرت ذلك في من خلال التزكيات التي وصلت لسيد خليفة بن قاسم حفتر لتقدمه للرئاسة، تزكيات كبيرة من غرب البلاد، من طرابلس، من زوارة، من مصراتة، من باطن الجبل، من تغولة، من بصابعة، من غريان. هذه فاجأت الليبيين كثيرا، أن الحاضنة الاجتماعية لسيد خليفة بن قاسم حفتر في ترشحه للرئاسة ليست في منطقة الشرق ومنطقة الجنوب المسيطر عليها من القيادة العامة القوات المسلحة، بل هي في أقر دار هذه الميليشيات وهؤلاء، وهذا الذي جعلهم في قلق وفي إشكالية للعمل على إلغاء هذه الانتخابات. يعني كل هذه التصريحات التي تخرج أستاذ خالد هي تخبطات من قبل جماعة الإخوان وجماعة المجلس الأعلى للدولة أستاذ خالد. نعم صدقت سيد فضل، هذه عبارة عن إرباك في داخل صفوفهم وعدم قدرة على صياغة قرار يعني متفقين عليه للعمل على الدخول في هذه الانتخابات في هذه التجربة، والتي تحدثوا عنها كثيرا وقالوا فيما مضى أن القوات المسلحة العربية الليبية هي التي لا تريد الانتخابات، هي التي وقفت ضد هذا المشروع، هي التي وقفت ضد الدولة المدنية. الآن من يقف ضد طموحات الليبيين في الذهاب إلى انتخابات وفي اختيار من يمثلهم نيابيا أو من يكون على سدة الحكم؟ هذا الأمر أصبح واضحا وجريا بأن من يتهمونهم بأنهم عسكر هم الذين يدعمون توجهات الشعب الليبي لاختيار قادتهم خلال المرحلة القادمة. جميل. وهذا الأمر أستاذ خالد، يعني اليوم على ما يبدو بأن جماعة الإخوان بدأت الحلقة تضيق عليهم أكثر وأكثر، ما هي الخيارات التي باتت مطروحة أمامهم لإقحام أنفسهم بالعملية، أي عملية سياسية من الممكن أن تكون قادمة للبلاد في ليبيا أستاذ خالد؟ هل لا زال هناك أمامهم ربما فرصة لأن يكونوا في أي عملية سياسية قادمة؟ أنا أعتقد أن الفرص الوحيدة المتاحة لهم هي كما فعلوا بالزج بسيف الإسلام القذافي للتقدم للترشح، وكذلك بعض الشخصيات على رأسهم محمد أحمد الشريف وزير التعليم في السبعينات، وأحد عراب التفاهمات ما بين جماعة الإخوان المسلمين والقذافي في تلك الفترة، وإنشاء ما سموه في ذلك الوقت جمعية الدعوة الإسلامية، والتي ترأسها وهي التي ضمت كافة الإخوان في ليبيا، وباتفاق معلوم لدينا ومعلوم أنه أصبح من تاريخ ليبيا الحديث اتفاقا رعته المملكة المتحدة بريطانيا ما بين القذافي والإخوان، وخرج على ضوء على أثرها الإخوان من السجون وذهبوا في أرجاء الأرض، وهذا الذي كون لديهم
قاعدة مالية وقاعدة تنظيمية كبيرة عادوا بها إلى ليبيا خاصة الآن. فهذه الشخصية قد تصبح يعني الشخصية الممثلة لهذه الجماعات في الانتخابات الرئاسية، وقد وصل بالفعل إلى طرابلس وبدأ في إجراءات تسجيله لفور الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى وجود سيف الإسلام يعتقد أنه ممكن أن يخلط الأوراق ويربك المشهد، وقد تضيع الكثير من الأصوات على السيد خليفة حفتر في حال ترشح سيف الإسلام. هذا ما يحاول الإخوان العمل عليه خلال الفترة القادمة، وهذا أملهم الوحيد في الدخول لهذه لمعترك الانتخابات الرئاسية. المحلل السياسي الأستاذ خالد الترجمان، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بنغازي، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام حديثنا لهذه الساعة، أنا أشكركم ضيوفي الكرام جميعا على طيب المشاركة، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة، ولمواضيع أوسع زوروا موقعنا الإلكتروني اليوم tv.net. إلى اللقاء.